طوبى للأم التي ولدتك وأرضعتك. بل طوبى للذين يسمعون كلام الله ويطيعونه. علمنا كيف نصلي كما علم يوحنا تلاميذه. متى صليتم قولوا أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا كفافنا أعطنا اليوم، واغفر لنا خطايانا كما نغفر لمن يذنب إلينا، ولا تدخلنا في تجربة، لكن نجنا من الشرير. في الكتاب المقدس يعلن الله أن المسيح سيأتي ليكون مخلص هذا العالم، وحياة يسوع تقدم لنا الدلائل على أنه كان حقاً من تحدث عنه الأنبياء. فإشعياء تنبأ بأن العذراء ستحبل وستلد ابناً، وبعد قرون كانت ولادة يسوع تحقيقاً لهذه النبوة. أعلن الكتاب المقدس أيضاً أن القدوس المولود من العذراء سيدعى ابن الله، وهكذا كان يسوع ابناً لله، ليس من منظور جسدي طبيعي، بل من ناحية روحية. ونحن نرى هذا واضحاً في الكيفية التي عاش بها يسوع حياته، إذ شفى المرضى وغفر خطاياهم وردهم إلى الله، واعداً إياهم بنصيب في ملكوت السماوات، ثم قدم نفسه ذبيحة للتكفير عن خطاياهم، وقام ثانية قاهراً الموت. قال يسوع عن حياته: ليس أحد يأخذها مني، بل أنا أضعها من ذاتي. لم تتمم حياة يسوع نبوات الأنبياء فقط، لكنها أكدت أيضاً حق كلمة الله المقدسة. فقد قال الأنبياء قبلاً: إلى الأبد يا رب كلمتك مثبتة في السماوات. ويسوع نفسه قال: السماء والأرض تزولان، لكن كلامي لا يزول. جاء يسوع ليمنحنا ملء الحياة، لكن الإنسان عصى الله في جنة عدن، مختاراً أن يحيا كما يريد، وبهذا انفصل الإنسان عن خالقه. يعلن لنا الكتاب المقدس أننا جميعاً أخطأنا، ويعلن أن عقاب الخطية هو الموت، أي موتاً روحياً بابتعاد أبدي عن الله. لكن كما قدم الله لإبراهيم ذبيحة كبش عوضاً عن ابنه، هكذا أرسل الله يسوع المسيح ليموت بدلاً عنا. وهكذا أصلحت حياة يسوع وموته وقيامته العلاقة بين الله ومن يؤمنون به. وأولئك من يتبعون يسوع لا ينالون فقط غفران الخطايا، لكنهم قد نجوا أيضاً من دينونة الله الأبدية، ضامنين لهم مكاناً في الفردوس مع الله إلى الأبد. يقدم لك يسوع اليوم حياة جديدة وخلاصاً من سلطان الخطية، وهذا لا يعني اتباع دين جديد، لكنه إيمان بعمل يسوع الذي قال: ها أنا واقف على الباب وأقرع، إن سمع أحد صوتي وفتح الباب أدخل إليه. وهذا يعني أيضاً اللجوء إلى الله، واثقاً أن يسوع سيدخل حياتك غافراً خطاياك ومغيراً إياك إلى الإنسان الذي يريده. ولا يكفيك أن توافق فقط على ما تسمع الآن أو أن تختبر شعوراً عاطفياً، فنحن نقبل نعمة يسوع بالإيمان تعبيراً عن إرادتنا هذه. وحين تكون على استعداد لاتباع يسوع المسيح، فيمكنك عندها أن تخاطبه شخصياً من خلال صلاة بسيطة. قد ترغب الآن بأن تسلم حياتك لله. إن رغبت بهذا، فيمكنك أن تصلي هذه الصلاة بصمت في قلبك.
أيها الرب يسوع، أنا أحتاج إليك. أشكرك لأنك مت على الصليب لأجل خطاياي. أعترف الآن بخطاياي وأتوب عنها. أنا أفتح الآن باب قلبي وأقبلك مخلصاً ورباً. أشكرك لأنك غفرت لي خطاياي ومنحتني حياة أبدية. اجعلني ذلك الإنسان الذي تريدني أن أكونه. بينما أصبح واحداً من أتباعك. آمين. قال يسوع عمن يؤمنون به: خرافي تسمع صوتي وأنا أعرفها فتتبعني. لتختبر حياة البركة التي وعدك بها يسوع، عليك أن تتحدث إليه في كل يوم بالصلاة وأن تقرأ كلمته. أخبر عما صنعه في حياتك والتقي بآخرين ممن أحبوه وتبعوه، وتذكر وعده الرائع: دفع إلي كل سلطان في السماء وعلى الأرض، وها أنا معكم كل الأيام إلى انقضاء الدهر. نحن محتاجين لك يا بخت أمك الولدتك وربتك. لكن يا بخت الناس اللي بيسمعوا كلام الله وبيعملوا به. علمنا كيف نصلي زي ما يوحنا علم تلاميذه. لما تصلوا قولوا: أبونا في السماء، ليتقدس اسمك، يجي ملكوتك زي ما في السماء كمان على الأرض. أدينا أكل كفاية كل يوم. سامحنا على خطايانا زي ما نحن بنسامح الناس اللي بيعملوا لينا بطال. ما تدخلنا في تجربة، لكن خلصنا من الشر. الله بيقول في الكتاب المقدس إنه المسيح بيجي عشان يخلص العالم، والحياة بتاعت يسوع المسيح بتورينا إنه هو الزول اللي اتكلم عنه الأنبياء. أشعياء اتنبأ وقال: العذراء ماشة تحمل وتولد ابنا، وبعد سنين كثيرة تمت ولادة يسوع حسب النبوة. الكتاب المقدس قال كمان إنه القدوس المولود من العذراء اسمه حيكون ابن الله، وكده كان يسوع ابن الله بالمعنى الروحي ما المعنى الجسدي. ونحن شفنا الكلام ده واضح في الطريقة اللي عاش بيها يسوع في حياته على الأرض. شفى العيانين وغفر خطاياهم ورجعهم في علاقة مع الله ووعدهم بالحياة الأبدية، وقدم نفسه ضبيحة عن الخطية، خطية البشر، وقام منتصر على الموت. ويسوع قال: ما في زول يقدر يشيل حياتي مني، لكن ممكن أنا أسلم حياتي برغبتي. ما بس النبوات اتحققت في يسوع المسيح، لكن أثبتت صحة كلمة الله المقدسة. الأنبياء قالوا كلمة الله ما فيها أي خطأ، وهي كمان أبدية. ويسوع نفسه قال: السماء والأرض بينتهوا، لكن كلامي ما بينتهي. يسوع جاء عشان يدينا حياة كويسة، لكن الإنسان ما سمع كلام الله
لما كان في الجنة ومشى زي ما هو داير، وبالطريقة دي مشى بعيد من ربنا. الكتاب المقدس بيقول إنه الناس كلهم عملوا خطية، وعقوبة الخطية هي الموت، وده موت روحي، يعني الزول انفصل عن الله للأبد. زي ما الله أدى إبراهيم خروف ضبيحة بدل ولده، برضو الله أدانا يسوع عشان يموت بدل مننا. وبحياة يسوع وموته وقيامته الله رجع العلاقة بينه وبين كل زول بيآمن به. وبعد ده أي زول ماشي ورا يسوع ما بيغفر له الخطية وبس، لكن بينجيه من حكم الله الأبدي، وعنده مكان مضمون في الفردوس مع الله للأبد. ويسوع ذاته بيقدم لنا الليلة حياة جديدة، ويحررنا من الشعور بالذنب ومن سلطان الخطية. والحياة دي يسوع بيقدمها لكل واحد الليلة، وده ما معناه نحن ماشيين ورا دين معين، لكن علينا أن نختار أن يكون لنا إيمان بيسوع. قال أنا واقف في الباب وبدق، لو في زول سمع صوتي وفتح الباب أنا بدخل له. والكلام ده معناه نرجع لله، ويكون عندنا إيمان أن يسوع بيدخل حياتنا ويغفر لنا خطايانا ويخلينا نعيش زي ما هو داير. ما كفاية تقبل الكلام ده بعقلك بس أو بالشعور والعواطف، لكن نقبله بالنعمة بإيماننا بيسوع، وده بيتم بإرادتنا. ولما الزول يكون داير يمشي ورا يسوع، يمكن يكون داير يتكلم مع الله عن طريق صلاة بسيطة. احتمال انت داير تسلم حياتك ليسوع هسا، لو انت داير يمكن تشترك معانا في الصلاة الجاية وترددها في قلبك وانت ساكت جملة جملة: يا رب يسوع انا محتاج ليك، بشكرك لأنك مت على الصليب عشان خطاياي، أنا هسع بعترف بالخطايا بتاعتي وبتوب منها، وأنا بفتح باب حياتي وأقبلك مخلصي وسيدي. بشكرك عشان أنت غفرت خطاياي ودتني حياة أبدية. خليني أكون زي الزول اللي انت داير يكون، وأنا ماشي وراك. آمين. يسوع قال للناس الماشيين وراه: الخرفان بتاعتي بتسمع صوتي وأنا بعرفها، وهي بتمشي وراي عشان تختبر الحياة الكويسة اللي وعدنا بها الرب يسوع المسيح. للناس الماشيين وراه اتكلم مع الله كل يوم بالصلاة، واقرأ واسمع كلامه، وكلم الناس التانيين عن يسوع، واستمر في الشركة مع المؤمنين اللي بحبوا الله وماشيين وراه. اتذكر وعده العظيم لما قال: السلطان بتاع السماء والأرض في يده، أمشوا وأعملوا تلاميذ في كل الأرض وأنا معاكم لغاية نهاية الدنيا. آمين.